عملنا الكرام، عرضنا اليوم تابة الأطفال كيو 5 من شركة جيتر. التابلت يأتي بأربع ألوان، اللون الأزرق، الأخضر، الوردي، واللون الأصفر. يأتي بشكل جميل، شكل جديد ورائع، مع إضاءة مستمرة للأذنين لإعطاء شكل رائع للتابلت. حجم الشاشة 7 إنش مع خاصية مميزة، خاصية حماية العين. يدعم الواي فاي، بطاريته 4000 ملي أمبير، الذاكرة 16، الرام 1، ويدعم ذاكرة خارجية تصل إلى 32. التابلت باللغة العربية بالكامل. نشوف مع بعض. أيضا محمل مسبقا بعض التطبيقات والألعاب كاليوتيوب، القرآن الكريم كامل، قصار الصور، استفادة الوقت للطفل بشيء يفيده. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا تطبيق هلا بيبي الخاص بالأطفال، تطبيق جدا رائع. هلا بيبي. التطبيق يحتوي على العديد من الأقسام، سطور خاص بالطفل من عمر سنة إلى 11 سنة، أيضا ألعاب وتطبيقات رائعة كطي الورق من ضمن الملحقات، يستفيد منه الطفل كقطع أو طي الورق، الكاروكي برنامج جدا رائع لاستخدام المايك للطفل سواء بالاستماع أو التسجيل. نشوف مع بعض. الصوت عالي، صوت واضح. ايضا من الملحقات كتالوج لتطبيق هلا بيبي في اللغة العربية واللغة الانجليزية. من ضمن الملحقات ستيكر حماية، شاحن دبوس، ايضا شاحن ثاني، شاحن الميكرو، ومايكين. كتالوج للتابلت كامل باللغة الانجليزية واللغة العربية. للطلب اعزائنا الكرام زيارة معرضنا في المدينة المنورة او زيارة موقع عجيب غريب، والشاحن مجاني لجميع مدن المملكة.